كومبا سبور هي علامة تجارية مغربية مختصة في إنتاج وبيع الألبسة والمعدات الرياضية. والانطلاقة ديالها كانت من مدينة الفنادق ثم تطوان اللي نشأنا أول وحدة صناعية واللي استطعنا من خلالها خلق مناصب عديدة للشغل للشباب المدينة اللي صراحة كانوا في مستوى التطلعات ديالنا وقدروا قدروا يمشيوا معنا في لي زوبجيكتيف ديالنا اللي سطرنا. والمشاركة ديالنا في هذا المعرض ما هي إلا تأكيد على الانخراط ديالنا في الورش الملكي اللي أعطى الانطلاقة ديالو سيدنا نصره الله والرامي إلى تعزيز الإنتاج المحلي لسيادة المغرب في الصناعة الوطنية. والرسالة ديالي اللي كنوجه من هذا المنبر هذا نوضع الثقة في المنتوجات المحلية اللي صراحة محتاجة الثقة ديالنا ومحتاجة التشجيع ديالنا. بالنسبة للمنتجات ديالنا هي الألبسة الأطقم الرياضية اللي كيستفدوا منها المدارس الكروية والجمعيات والفرق. وبالمناسبة عندنا بزاف ديال الفرق اللي كنشتغلوا معاهم في مختلف الأقسام الوطنية. وكنشكرهم من هذا المنبر هذا على وضعهم الثقة في العلامة التجارية ديالنا اللي صراحة كتزيدنا تحفيز على تحفيز باش نقدروا نعطيهم داكشي اللي كيطمحوا ليه. بطبيعة الحال بالنسبة للأسماء اللي عطينا مغربية ديال المدن والأقاليم اللي عزيزة علينا بزاف عطيناها هذا كتعبير منا على دائما الانتماء ديالنا لهاد الوطن هذا واللي عطانا بزاف اللي كنحاولوا نعطيوها غير شوية. ودائما كنبغيو نعملوا واحد البصمة ديالنا اللي تكون مغربية منتوج مغربي 100% بأسماء مغربية 100% واللي كنحاولوا من خلاله يعني نخرجوا من التبعية المنتوجات الغربية ودائما نعطيو لها واحد القيمة مع العلم أن المنتوجات أغلب المنتوجات الأجنبية راه كتصنع عندنا في المغرب داخل المغرب بأيادي مغربية 100%.